وأحب الناس وبلادي وإن قلت الكلمة وفي وأكون حاضر في معادي خلاني أسامح دايما وأصالح بين أصحابي وإن كنت حزينة بسم للي خبط على بابي خلاني شياكة ناقة في حديثي أدب ولباقة بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة وبصوت الحق اتكلم يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أثار ظهوري على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي لتوضيح الحقائق المخفية والرد على الشبهات اللي بيرددها المنصرين المدلسين على الإسلام حفيظة المنصرين، واللي اعترفوا بتأثير الفيديوهات اللي بقدمها على المسيحيين البسطاء، فبدأ يحاربوني بكل الطرق، ومنها مساومتي على أولادي مقابل تركي للإسلام والرجوع للنصرانية. وبعد فتحهم وفتح مخططهم بدأوا نوع تاني من الحرب الإعلامية، وبدأوا يسخروا منصر منهم علشان يدلس ويوهم النصارى إن كل الكلام اللي بقوله غلط وإني جاهلة بالمعتقدات المسيحية. فردي النهاردة على المدلس ده هيكون قاسي جداً، وهكشف بالأدلة والوقائع ومن أفواه آباء ورجال الدين المسيحي حقائق خطيرة جدا، فتابعونا للنهاية. بدأ المنصر المدلس كلامه وقال إن المرأة في الإسلام غير مؤهلة إنها تعلم أو إنها تطلع على أي قناة سواء فضائية أو على اليوتيوب وتقدم مادة تعليمية، وإن عملت كده هتكون عاصية ومش بتتبع التعليم الديني الإسلامي الصحيح. واستدل على كلامه بمقطع فيديو للشيخ أبو سحيح الحويني. واحدة بني آدم منتقدة قاعدة قدام الكاميرا عشان تخاطب الملايين، وقالوا أننا رأينا هذا في بعض القنوات. ما هو ده من الخبل، هذا من الخبل الذي نعيشه الآن. بأي دليل تخرج امرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنبات الأرض؟ وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه؟ العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس. أي امرأة، مع احترامي يعني عشان مفيش واحدة تفكر إن أنا بفطس في الكل، أي امرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية، هي مقلدة وعامية، هي مقلدة وعامية. مفيش امرأة دارسة العلم على أصوله تعرف تفرع صح وتعرف تستنبط صح وتعرف تخرج صح، مفيش واحدة أنا أعرفه على الأقل، فأنا عارف مستواهم. ليه؟ لأن الجهل فاشي في النساء، ليه؟ لأن الجهل فاشي في النساء. وبناء على كلام الشيخ أبو إسحاق الحويني استنبط بحر العلم وطلعت المفهومية إن الكلام ده بينطبق على نهى السيد بكونها امرأة، فهي كما وصفها الشيخ جاهلة وبتقع في مخالفة لأن عندها قناة على اليوتيوب وبتقدم علم للمشاهدين، وبالتالي هيكون مصير نهى السيد النار. يبقى الإسلام حكم على نهى السيد بأنها امرأة عاصية ومصيرها النار لأنها خالفت قول النبي وخالفت تعاليم الإسلام الصحيح. مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ ولاحظوا هنا تدليسه لما قال ان الإسلام هو اللي حكم عليا باني امرأة عاصية وهدخل النار لاني خالفت قول النبي وتعاليم الإسلام الصحيح. فبدل ما يقول خالفت قول الشيخ أبو إسحاق الحويني قال خالفت قول النبي،
مع ان الشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول رايه ولم يستند في كلامه لاقوال النبي عليه الصلاه والسلام، فهو مجرد راي. ومع احترامنا للشيخ ابو اسحاق الحويني فهو بشر يخطئ ويصيب، ومفيش كهنوت في الاسلام. يعني لو رجل دين اخطا يقدر اي مسلم يقول له انت اخطات ويقدم ليه الادله على خطاه. والغريب يا إخوة إن المدلس ده غلط البابا شنودة لما قال إحنا ينفع يتقال علينا النصارى. البابا شنودة إنسان يصيب ويخطئ ويجامل في بعض المناسبات وهذا شأنه، ولكن الحق لا يوجد عليه أي مجاملة. طيب ليه قلت إن البابا شنودة إنسان يصيب ويخطئ وما قلتش إن الشيخ أبو اسحاق الحويني إنسان يصيب ويخطئ؟ مع العلم أنا متفقة تماما معاك إن البابا وأي كاهن إنسان يصيب ويخطئ، ولكن هل التعليم ده بيتم نشره بين المسيحيين ولا دي افتكاسة منك؟ إذا كان الكلام ده صحيح ليه بيتم الاعتراف لإنسان يصيب ويخطئ؟ البابا شنودة نفسه هيرد عليك ويقولك إن الكاهن اللي بتقول عليه بشر وإنسان يصيب ويخطئ وكيل الله على الأرض. تقدر تقول هو بشر لكن ما تقولش مثلنا، تقدر تقول هو بشر لكن ما تقولش مثلنا. ليه؟ لأن هو إنسان واخد سلطان من ربنا إن يغفر خطايا. تاني نقطة اللي علشانها بقول ما تقولش مثلنا، السيد المسيح لما أعطى التلاميذ سلطان مغفرة الخطايا في الأول نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه غفرت له. إذن الكاهن واخد الروح القدس الذي يغفر الخطايا، فإن كان لا يغفر الخطايا إلا الله وحده فالروح القدس اللي أخذه الكاهن هو اللي بيغفر الخطايا. كمان نقطة تاني غير الروح القدس في الكاهن، الكاهن ده وكيل لربنا. بيقول لك ان الكاهن واخد سلطان من ربنا وواخد الروح القدس اللي بتغفر الخطايا وهو وكيل لربنا، فما ينفعش انت علشان تطلع نهى السيد غلطانة تقول على الكاهن عندك بيصيب ويخطئ. فبجهلك ده انت بتنسي في الايمان المسيحي وخاصة الارثوذكسي اللي بيقدس الكاهن لدرجة العبادة. والكلام ده قاله الدكتور وديع احمد فتحي الشماس السابق بالكنيسة المصرية عليه رحمة الله. والله احنا في المسيحية اساسا كنا نتبع يعني نعبد الكاهن ببساطة كده بقى، يعني احنا استغفر الله العظيم يعني كالمسيحي يعني يترك الله جانبا، هو يهمه الكاهن اللي هيغفر له. مين؟ ما هو انت مين اللي يملك المغفرة في المسيحية؟ الكاهن. مين اللي يملك ان يخلق المسيح في قربانة وكأس خمر ويدولك تاكله تقوم تتحد بيه الله وتدخل تبقى خلاص الاله دخل جواك ها؟ يبقى انت كده خلاص داخل الجنة خلاص. مين اللي يملك هذا؟ الاسيس. واللي بيأكد كلام الدكتور وديع القس الكاهن أغسطينوس موريس اللي قال ان الكاهن هو المسيح. الكاهن وحش، الكاهن تحت الجلابية بلاو سودة، وانس دخل الكاهن راح عامل ايه؟ لبس تونيا ايه؟ بيضة، ما بقاش ابونا، ما بقى مين؟ بقى المسيح. ايه ده؟ اتغطى. ابونا وحش، من مش ابونا ده. انا ما اتناولش من ايه ده ابونا ده؟ ابونا ده يا عم ده مش ابونا، دي مش ايد ابونا، ده المسيح. يعني عايز تقول لي اللي بيقدس هو المسيح بيناول المسيح على المذبح؟ اي نعم هو ده بشواهد كتابيه. طب انا كده معنى هذا ان ما يتحولش الجسد والدم عشان خاطر ابونا ما اعترفش خاطر؟ لا 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 لا، ابونا هنا شغال بقى مسيح مش دعوه. اتغطى فتحول والناس استفادت والناس بقوا مؤمنين وبقوا قديسين وراحوا السماء وهو فقد ابديته، هو ما راحش، هو اللي كان بيعملهم القداديس. مسيح مش دعوه. ايوه هو كده بالعافيه، الكاهن شغال مسيح، وكان المسيح دي شغلانه كده او وظيفه زي النجار او السباك او الكهربائي. ومن القس اوغسطينوس الى موقع السراج الارثوذكسي اللي بيقول كلام خطير جدا في مقال بعنوان الكاهن مسيح اخر. انت عظيم ايها الكاهن، وقد دعاك الكلي العظمه لتقوم بعجائب، أو بالأحرى اختارك ليقوم هو من خلالك بعجائبه، فمن لا فم له اختارك لتكون فمه، ومن لا أيدي له اختارك لتوصل نعمه، اختارك وفي كل اختيار دليل على الحب،
فمن لا يحب لا يختار. إن كرامة الكاهن أعظم وأكثر من كرامة الملائكة، فالملائكة القديسون تلك الأرواح السمائية لا تستطيع أن تقوم بما تقوم أنت به، فلا الملائكة أو رئيس الملائكة ولا الشاروبيم ولا الصاروفيم يستطيعون أن يغفروا الخطايا، فالله وحده هو الذي يغفر الخطايا، وقد اختارك وأعطاك هذا السلطان، فأصبحت منذ لحظة رسامتك تشارك الله سلطان مغفرة الخطايا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده شرك ولا مش شرك يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ الملائكة برغم من إنهم يرون الله وجها لوجه إلا أنهم لا يستطيعون إلا أن يطيعوه. أما أنت فتأمره أن يترك سماء سماواته ليحل على القرابين المرفوعة فيطيعك. يعني حضرتك ككاهن بتؤمر ربنا حشاه إنه يسيب السماء اللي فيها وينزل يتجسد في الأربانة. تفوق كرامتك كرامة وبهاء الملوك والملائكة. وطبقا للمقال ده نطلع بنتائج هامة، وهي ان كرامة الكاهن اعظم من كرامة الملائكة، وكرامة الكاهن تفوق كرامة وبهاء الملائكة، وان الكاهن يقدر يأمر الله انه ينزل من السماء، وبكده يكون افضل من الملائكة اللي ما يقدروش يأس ربنا، وان ربنا هو اللي بيأمرهم هو بس. وفي موقع تاني اسمه أبونا عرض مقال بعنوان من هو الكاهن، وبيقول فالكاهن هو سفير الله على الأرض، الكاهن هو ممثل المسيح على الأرض، الكاهن هو أعظم من الملاك، الكاهن هو أعظم من مريم العذراء من ناحية ولادة يسوع. مريم العذراء ولدته مرة واحدة، أما الكاهن فإنه يلده كل يوم من خلال الذبيحة الإلهية. يعني هي جت على دي، ما انتوا خليتوه اعظم من الملائكة وشريك لله في مغفرة الخطايا، وبيأمر الله ان ينزل من السماء، مش هيكون اعظم من السيدة العذراء مريم؟ واخر هبدة في المقال ده بتقول والكاهن يفني ذاته لا لاجله بل لاجل الاخرين. ودي اهم نقطة في الموضوع، ان الكاهن يعيني بيفني ذاته علشان الاخرين. فتعالوا مع بعض نشوف نماذج من الكهنة اللي بيفنوا ذاتهم من أجل الآخرين. أعلنت إبراشية المنيا وأبو قرقاص تجريد القنص رويس عزيز خليل من رتبته الكهنوتية وعودته أو وعودة اسمه العلماني يوسف عزيز خليل، وذلك بناء على نتيجة التحقيقات الداخلية الكنسية. وشملت حيثيات القرار أنه تم الاطلاع على الشكاوى الواردة من شعب الكنيسة في مصر وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذلك على ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت فتاة مصرية قد نشرت شهادة مطولة عن تعرضها للتحرش في أثناء طفولتها من خليل، وذلك في منزل أسرتها بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي اللحظة دي تختفي كل المزايا والصفات اللي بتقول إن الكاهن هو مسيح آخر، وإنه أفضل من الملائكة وأفضل من السيدة مريم وبيؤمن ربنا وشريك ليه في مغفرة الخطايا، وتطلع عبارة ده إنسان عادي يخطئ ويصيب. المصريين عامة والمسيحيين خاصة لازم يفهموا إنه رجال الدين هم في النهاية بشر وبيغلطوا، وغلطهم أكبر من غيرهم لأن هم المفترض بيهم إن هم يبقوا مصلحين. لازم المسيحيين يشيلوا هالة النور من على الكهنة ويفهموا إن اللي يغلط من رجال الدين أو بالكهنة لازم يتحاسب، وحسابه لازم يبقى حساب أشد من لو كان شخص عادي. للأسف في فيديو متداول لأحد الكهنة المعروفين بالقاهرة بدون ذكر أسماء، هو بيقول إنه مهما كان الكاهن ده كان شرير وخاطئ، لكنه في النهاية هو اللي هيدخلك كمسيحي للملكوت او الجنة بالمفهوم المسيحي. الخطاب ده مرفوض تماما وعار على المسيحية ومنافي لتعليم المسيحية. الكتاب المقدس بيقول اذا الجميع اخطأ وعوزهم مجد الله والجميع زاغوا وفسدوا معا. الكنيسة الكاثوليكية كان عندها وقاعة مماثلة، ولما طلعوا واعترفوا بكل شجاعة بالمشاكل دي وعملوا بجدية على حلها الجميع رفعوا لهم القبعة. الثقافة الشعبوية اللي بتقول اننا لازم نخبي على الفضائح دي، دي ثقافة لازم تتغير ويحل محلها ثقافة تانية بتقول ان الشجاعة تكمن في ان المؤسسة الدينية لما يبقى عندها واقعة مماثلة لازم تحاسب المنتمين ليها لو سبق خطأهم. ده الكلام الصح والمعقول منطقيا، ان الكهنة ورجال الدين في اي مكان هم بشر ممكن يغلطوا، والخطأ اللي بيعملوه بيكون اغلظ من خطأ غيرهم لانهم المفروض يكونوا قدوة.
ولازم يتحاسبوا على غلطهم، مش نسيبهم ونقول نديهم فرصة للتوبة. فالكنيسة تسطرت على القس رويس خليل لمدة 25 سنة بالرغم من الشكاوى الكتير اللي تقدمت ضده، لكن القمص بولس حليم قال انهم حاولوا معاه انه يتوب طوال فترة 25 سنة، وبعد كده اكتشف انه مصر على تصرفاته فشلحوه. الحقيقة الكنيسة مش اول ما يغلط الكاهن على طول بتعاقبه، ده استحالة خالص، بتديله فرصة واثنين وتلاتة، وطول ما هو عنده الرغبة في انه يتغير الكنيسة معاه. لكن امتى الكنيسة بتاخد موقف؟ لما يكون هو خلاص صمم على موقفه دوت ومش راجع عنه. يعني مثلا لو في موقف تعليمي منحرف، او في موقف سلوكي منحرف، الكنيسة بتديله فرصة واثنين وعشرة وممكن العشرين طالما هو عنده الرغبة انه عايز يغير. لكن امتى الكنيسة بتاخد موقف او بتاخد حكم؟ وده بيبقى في امور قليلة جدا ونادرة جدا، لما بتشوف ان هو مفيش معاه اي نتيجة ممكن تصلح. ان يعني كل تحت الضعف وكل تحت خطية، لكن هي الشطارة في انه مش ان هو عايز يقول كده، الشطارة اسف يعني انه ما يستمرش في الخطية. الكاهن ده وكيل لربنا، الكاهن واخد الروح القدس الذي يغفر الخطايا. ان يعني كل تحت الضعف وكل تحت خطية. لا 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 لا، ابونا هنا شغال بقى مسيح مش دعوة. فان انا وقعت في الخطية دي مش مصيبة، لكن عايز اقول كده الاهم ان انا جاهدت وتوبت وقدمت توبة. اكتر نعمة بشكر ربنا عليها في الاسلام اني اقدر في اي وقت ارفع ايدي للسماء واقول يا رب، مفيش وسيط يعرف اسراري ويتشفع لي عند ربنا علشان يغفر لي. حسيت اننا كلنا زي بعض قدام ربنا، فربنا بيغفر لمن يشاء منا، فقط ادعوه بقلب نقي مخلص لي. فالحمد لله على نعمة الإسلام وما أعظمها من نعمة، فهو النعمة العظمى التي رضيها الله لنا وأكملها وأحسنها وامتن بها علينا، فقال سبحانه وتعالى: وأقول للمنصر المدلس إن ربنا اختارني علشان أعلم الجاهل اللي زيك عقدته، وهستمر إن شاء الله في الدعوة إلى الله وتوضيح الحقائق وكشف الكذب والغش والخداع اللي منتشر على لسانكم. وختاما أنصح النصارى بالنصيحة اللي أنت نصحتهم بها: يا جماعة اعقلوا الكلام وابحثوا وراء الناس دي، هؤلاء ضلوا ويضلون كثيرين، هم عارفين كويس ان الغير مسيحي لن يبحث وراءهم. تعودنا للأسف ان نأخذ مسلمات دون البحث او الفحص، لكن يا بخت الانسان الذي يقرأ ويبحث حتى يصل الى الحق ذاته. حضراتكم كل واحد فيكم عنده عقل، العقل بتاعه يستخدمه.